من يعني من لونجو من مش كونسيرن لونجو دي بون لادفيرسير اوسي الخصم لادفيرسير اوسي باسكو علاش لادفيرسير لادفيرسير هو اللي يحفز فريق فريقنا الوطني عندما يتقابل المكسيك ولا يتقابل كولومبيا ولا يقابل فريق اخر عريق ومعروف نيجيريا هذا راح يحفزه يحفزه ويعطيه قوه ويحب يبين روحه باللي راه في المستوى العالمي حنا في هذه المقابله هذه يعني لا رياكسيون لا كومونسي ا بارتي دو لا 30 مينوت صح 30 مينوت لي 30 بريمير مينوت ما شفناش فريق اللي كان يعني اللي كان او دسو دي زادفيرسير سي فري ما عودنا احسن من هذا الشيء هذا مفهوم شيء هذا شيخ مفهوم انا واش قلت لك على المقابله تختلف على واحد اخرى لو كان جا خصم اخر اللي عنده رتبه يعني عالميه ولا نفسها مع الجزائر مثلا عالميه لا موتيفاسيون لا موتيفاسيون سرا ديفيرونت